أول شيء عرفناك بالموسم الخامس من The Voice يلي كان السنة الماضية. خبرنا كيف كانت هيدا التجربة وكيف أثرت على حياتك الفنية؟ صراحة تعلمت كثير from The Voice. تعلمت أول شيء قدي في إشياء وراء الكواليس, how big the team is, وقدي في عالم عم بيشتغلوا كلهم سوا to produce like this like perfect beautiful show. و just taught me patience, وكمان عرفت العالم العربي علي. نايس. إذا أنت أغنيتك الجديدة Moon Bound صارت موجودة على اليوتيوب على كافة المنصات الموسيقية. All streaming platforms. صح. شوف أنا إنسان كلش عندي أحاسيس ومشاعر, ودا أحس إن أنت لك من هالصفات يعني الحلوة. Thank you. وهالأغنية أنا متأكد كان بيها هواية مشاعر. أريدك تفضفض لي. قل لي شنو اللي بداخلك. Okay, so أنا قبل بس كنت أكتب أغاني كنت فكر إنه كيف في ألقط العالم أكتر شيء, كيف how can I get into people's heads. بس عادت وكتبت هالغنية, وأوقات تعرف بيجوا هيك بسرعة, إجت كلها سوا in 20 minutes كتبتها. وكان الفوكس تبعي بس إنه كون صادق, إنه be honest, وهي it's not a sad song and it's not a happy song. It's just an honest song. و basically الفكرة هي إنه نحنا جيلنا the millennials يعني بين مواليد ال 81 وال 94 شوي ضايعين. مش صراحة أنا ما فاكرة صراحة شوي ضايعين. وبعتقد إنه هيدا الضياع بيجي من التفكير. هلا التفكير شيء منيح, بس كثرة التفكير overthinking. طبعا overthinking, وكمان إنه تتعلق ب بفكرة that's سلبية. صحيح. هيدا شيء كتير بيضر. صحيح. You know? So أنا بعتبر إنه تعلمت من حدا إنه بدك تفكر فيها كأنه أنت واقف قدام أوتوستراد وعم بيمرق سيارات, وهي دول السيارات بيكونوا your thoughts. واو. So you can watch them go by, بس اوعك تمشي على الأوتوستراد وتاخذك السيارة. You know تاخذك فكرة. 100% تاخذك الفكرة. واو. You know? So I guess بأبسط الكلمات هيدا الشيء اللي عم جرب أعبر عنه. طيب أنا عايز أعرف حاجة. طبعاً كلنا عارفين إن التأليف والتلحين في فترة الحجر الصحي أكيد مش سهل. بس صح. اللي لفت نظري إن أنت عملت الأغنية وخلصتها في فترة الحجر الصحي. ميبين. فحكي لنا يعني احكي لنا عن الفترة وتفاصيل الفترة دي وإزاي وصلت بالأغنية للآخر. أوكي. تكون complete يعني تكون صادق معكم completely. بعد The Voice أنا شوي أخذت break, مش break بس يعني ما كان عندي فترة نقاهة. إيه. أوكي. مش يعني a down period. Yeah. كلنا عنا down period. أكيد. وأصلاً the song Moonbound is all about ups and downs and cycles اللي بنمرق فيهم, لأنه أوقات بنكون يعني كلنا عنا إنه أنا في يكون هيك, بس كمان في أوقات طبعاً بس بتقول إنه أنا في عامل شيء خير. صح. أنا ما لي عازي. You know. So يعني بس من ناحية الإنتاج كنت كتير محظوظ إنه عندي أصحابي دبي اللي هن من أقوى الميوزيشنز بعرفهم بكل العالم صراحة. ما شاء الله. وخاصة المنتج تبع الغنية اسمه كولين, هو he's from San Francisco. بس نحنا جربنا نخلي كل شيء أورجانيك, عملنا كل الانسترومنتس بالبيت, استعملنا كبيات ده اللي أنا بتكلم فيه, ده اللي أنا قصده. أنا تنطول كل صوت حقه. إيه. يعني أهم شيء كان بدنا إنه اللحن والكلمات يكون لهم مساحة يتنفسوا للعالم والمستمعين إنه really to absorb the song.